اليوم يا جماعة عندنا برنامج اسمه Vocaline من شركة Synchro Arts، وعندنا أيضا فرصة في هاي الفيديو أن واحد منكم يحصل على هالبرنامج بالمجان، نسخة كاملة من هالبرنامج مباشرة من الشركة بالمجان. شروط الاشتراك للمسابقة يا جماعة جدا جدا سهلة، كل اللي عليك تسويه هو أنك تعطي لايك حق الفيديو وتضغط على الرابط الموجود في وصف هاي الفيديو، راح يوديك على استمارة. كل اللي عليك أنك أنت تدخل اسمك وإيميلك وراح يوصلك نسخة لمدة 30 يوم حق البرنامج. بهاي أنت دخلت المسابقة، بعد شهر واحد من هاي الفيديو راح نسوي سحب على الأسامي اللي سجلت في هاي الفورما واللي نزلت اللي هو الترايل فيرجن حق البرنامج. فمرة ثانية تعطي لايك حق الفيديو، تضغط على اللينك اللي موجود في وصف هاي الفيديو وتروح تسجل بياناتك وتنزل نسخة مجانية اللي هي الترايل فيرجن حق هاي البرنامج، وعقب شهر واحد راح نسوي سحب على كل الأسامي اللي سجلت ونزلت الترايل فيرجن. أتمنى للجميع الفوز، ويلا يا جماعة خلونا نشوف هاي البرنامج الحين. قبل ما أتكلم عن البرنامج أبي أراويكم شلون نفتح البرنامج داخل برو تولز. طبعا البرنامج مو بلاجن صاير، يعني ما راح يكون على الشانل نفسها، هو أوديو سويت بلاجن. فنروح حق المنيو فوق في الأوديو سويت ونضغط على Synchro Arts، أو نروح على Synchro Arts ونيه حق Project 5 Vocaline Project 5. كذي احنا يا جماعة فتحنا البرنامج، وحين نقدر ان احنا نختار التراكات اللي نبي نخليها تكون سينك مع بعض. فكرة البرنامج هي ان اذا عندي تيكات مختلفة حق مثلا باكينج فوكلز، او اذا عندي مجموعة من المغنيين، اكيد راح يكون في فروقات بسيطة في اداء كل مغني. ففكرة هاي البرنامج ان انا احدد الاداء اللي ابي منه كل التراكات الثانية تكون مشابهة له. يعني اذا كان مثلا في واحد من التراكات، إذا عندي مثلا الحين في هاي المثال عندي 4 تراكس، 4 تراكات، إذا كان واحد منهم هو الأداء الأفضل ممكن أنا أخذ نسخة منه على الأداء، ها مو نسخة من الصوت نفسه، نسخة من هذا الأداء وأطبقها على التراكات الثانية. خلونا نشوف مع بعض شلون. طبعا أول ما فتحت البرنامج راح يكون بهاي الطريقة. البرنامج فيه 3 أقسام رئيسية، هي الجايد والدب والأوتبوت. طبعا الجايد هو التراك الرئيسي اللي أنا أبي أخذ او اخليه مثل ما هم يقولون التمبلت الرئيسي حق التراكات الثانيه. خلونا نقول مثلا الحين ان هاي التراك الاولي هو اللي انا عاجبني اداءه، ويعني مقارنه بالتراكات الثانيه هو يمكن الافضل، فبختار هاي التراك انه يكون هو الجايد. فاضغط عليه واقول له كابتشر، اخذ لي التراك كامل، حط لي منه نسخه هنا داخل البرنامج. وحين اذا ابي اخذ التراكات الثانيه واحد واحد وانسخ عليها الاداء، كل اللي علي اسويه اني اختار التراك الثاني واقول له كابتشر، فاوتوماتيكلي الحين خلى عندي التراك الاولي اللي هو الجايد والتراك الثاني اللي هو الدب، وسوى ماتشنج ما بينهم. شوفوا هاي الخط اللي موجود في النص، هاي اللي هو المساحه اللي ممكن ان هي تكون مشابهه ما بين الاثنين، والاكثر قرابه ما بين التراك هذا والتراك اللي فوقه. البرنامج جدا سهل يا جماعه، يعني حتى بدون ما اسوي اي شيء ممكن انا اقول له رندر، بس حبيت اخذكم في بعض الاوبشنز اللي موجوده فيه. طبعا اول شيء ممكن انا اختار بريسيت، اي واحد من هاي البريسيتس راح يكون عنده خواص مختلفة، يعني ممكن يكون التايمينج شوية مو 100% تايت، او انه ممكن يكون جدا، يعني يكون الاثنين مطابقين في الاداء بنسبة تقريبا جدا عالية، يمكن يعني almost 100%. بس لا تنسون لما نستخدم هاي البلاجين ما نبي يحول الاداء لنا الى اداء روبوتك، يعني انه يكون ما في احساس ما في شيء، فلازم حتى مثل اي بلاجين احنا نستخدمه، يعني لازم نستخدمه بحذر وما نستخدمه بطريقة تخلينا نفقد الأداء اللي موجود في الفوكلز. فهاي بالنسبة حق البريسيتس. قبل ما نسوي هاي كلها يا جماعة خلوني أول شيء أشغل لكم المقطع بدون أي editing. هاي المغنية هني طبعا مجرد أن هي غنت 4 تراكات ورا بعض. It's gonna take a lot to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I kissed the rains down in Africa. Take some time to do the things we never had. هاي طبعا مقطع الأغنية. المغنية ترى يا جماعة أداءها جدا جيد، بس خلونا نشوف شنو اللي بنقدر نسويه من خلال Vocaline Project 5. فاحنا قلنا الحين خذينا هاي التراك كجايد وهاي التراك ككابتشر اللي احنا بنطبق عليه، وبكل بساطة نقول له رندر. فحين خذالي هاي التراكين مع بعض، طابق لي اياهم من ناحية الأداء بنسبة جدا عالية. It's gonna take a lot to take me away. صار حين يا جماعة التراك مطابق للأداء إلى التراك الأصلي هني، يعني بداية وقت الغناء
نهاية الغناء، نهاية الجملة، بداية الجملة كذي، يعني كلهم تقريبا صاروا مشابهين إلى حد كبير. نفس الطريقة حين مدام أنا عندي هاي الكابتشر هني أقدر أن أنا أطبقه على التراكات الثانية، ما يحتاج أن أنا أرجع أسوي كابتشر حق الجايد. فمجرد أن أنا أختار التراك الثاني اللي أبي أطبق عليه وأقول له كابتشر مرة ثانية، راح يجيب لي إياه هني وأقول له رندر، نفس الشيء أي التراك اللي بعده أقول له كابتشر وأقول له رندر. الحين صاروا كلهم متشابهين بالضبط في الأداء. It's gonna take a lot to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I kiss the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. شفتوا الحين التراكات كلها اللي تحت صارت مطابقة في الأداء للتراك الأولي اللي هو الجايد هني. الأوبشنز الموجودة هني طبعاً أقدر أن أنا أتحكم في قوة هاي البلاجن، أن أنا مثلاً أبي أخلي الأداء جداً 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 مقارب. لاحظوا أن حتى لما أنا أغير هني الخطوط اللي هني قاعدة تتغير، يصير شكلها أكثر. فكل ما سويت التايت كل ما طابق بالضبط الأداء أو الويف فورم اللي موجودة هني، فراح يكون الأداء جداً 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 مقارب لبعض. بس طبعاً إحنا ما نبي كذي، لازم يكون في شوية فروقات عساس يعني هاي اللي يعطي الحلاوة حق الموسيقى. نختار مثلا في الماتش تايمينج انه ما يكون جدا لوس ولا جدا تايت. هني الاوبشنز اللي عندي هني حق الالايمنت، حق طريقة تطابق الويف فايلز مع بعض. ممكن انا اخليها لو فلكسبيليتي، يعني مو شرط 100% انه يكون يعني وياه الايند يعني معه. ممكن انا اخلي هاي، ممكن انا اغير في الكمبريشن والاكسبانشن. طبعا يا جماعه هاي البلاجن راح يسهل شغلك بنسبه جدا عاليه. خلونا نسمع الحين على السريع بعد مقطع ثاني من مكان ثاني في الاغنيه. Gonna take a lot to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. اوكي هاي ما عليه اي بروسيسنج، خلونا نرد نسوي كابتشر مره ثانيه من البدايه، وهنا نسوي له بعد كابتشر، وهالمره خلونا ناخذ الماكسيمم. طبعا انا اقدر احدد اللي هو الماكسيموم حق الحركة هذه، الشفت نفسه. ممكن أنا أقول له يعني ما يتجاوز عن 10 ملي سكند 20، أو أن أقول له ما في أي ليمت. فإذا ما في أي ليمت راح يحركه بالمقدار اللي هو يشوفه مناسب. فممكن تلاحظون أن الصوت حتى ممكن يتغير. فعشان كذا أقول لكم حاسبوا في طريقة الاستخدام. فسوينا كابتشر حق الجايد وسوينا كابتشر حق الدب. الحين ناخذ اللي هو الأوتبوت وسوينا طبعا ماكسيموم ديفرنس يكون كلش تايت، فيكونون جدا متقاربين، ونقول له رندر، نفس الشيء هني نقول له كابتشر، نخليه على التايت ونقول له رندر، نفس الشيء آخر تراك. حين نسمعهم Gonna take a lot to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I kiss the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. هاي يا جماعة نظرة سريعة على برنامج Vocaline Project 5. مثل ما خبرتكم هاي الفيديو في جائزة لواحد منكم راح يفوز في هاي البرنامج بالمجان، فما وصيكم باتباع الخطوات مرة ثانية، تسوون لايك حق هاي الفيديو، تضغطون على الرابط اللي موجود في الوصف، وتروحون على الموقع وتسجلون بياناتكم وتنزلون نسخة مجانية لمدة 30 يوم حق برنامج Vocaline Project 5. وبعد شهر واحد من هاي الفيديو راح نسوي سحب على الأسماء اللي سجلت ونزلت الترايل فيرجن. إن شاء الله عجبتكم الحلقة يا جماعة. إذا عندكم أي استفسارات اكتبوا ليها تحت في التعليقات، وإذا ما كنت مشترك في القناة أتمنى أنك تشترك فيها وتشاركها مع جميع أصدقائك حول العالم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.